أهداف التعلم: أن يقارن المتعلم عددين صحيحين باستعمال المفردات والرموز، أن يرتب مجموعة من الأعداد الصحيحة تزايديا وتناقصيا، أن يؤطر عددا صحيحا بعددين صحيحين، أن يقارن ويرتب عددين باستعمال رموز المقارنة، أن يتعرف العدد المجهول أو العملية المجهولة. المكتسبات السابقة: مقارنة وترتيب الأعداد من 0 إلى 30. أأنتم مستعدون يا أطفال؟ إذن فلنبدأ على بركة الله. سنبدأ درسنا اليوم بأنشطة تهيئية. النشاط الأول: أصل كل عدد بالكتابة الحرفية الموافقة له. إذن سأعطيكم مهلة لإنجاز هذا النشاط. انتهى الوقت يا أطفال، ضعوا أقلامكم وخذوا قلماً أخضر لنصحح الأخطاء معاً. هيا إذن. والآن ننتقل إلى النشاط الموالي. أتمم ملء الجدول التالي. المطلوب هو إتمام سلسلة الأعداد التي تبتدئ بالعدد 50 الملون بالأحمر. إذن مهلة لإنجاز هذا التمرين. انتهى الوقت يا أطفال، ضعوا أقلامكم وخذوا قلما أخضر لنصحح الأخطاء معا. هيا إذن. والآن يا أعزائي الأطفال، سننتقل إلى أنشطة البناء. النشاط الأول: السؤال ألف، أعد تزايديا باثنان من، يعني من العدد 40 إلى العدد 62. المطلوب هو إتمام هذه السلسلة التي تبتدئ بالعدد 40 والانتقال من حلقة إلى أخرى بإضافة العدد 2. السؤال باء، سننتقل من العدد 30 إلى العدد 85 بإضافة العدد 5 من حلقة إلى أخرى. والسؤال جيم، سأعد تناقصيا بعشرة. إذن هنا عكس السؤالين السابقين، سننطلق من العدد 90 وننقص العدد 10 من كل حلقة حتى نصل إلى العدد 0. انتهى الوقت يا أطفال، ضعوا أقلامكم وخذوا قلما أخضر لنصحح الأخطاء معا. هيا إذن. والآن يا أطفال، سوف ننتقل إلى النشاط الثاني من أنشطة البناء. في هذا النشاط سوف نأخذ مجموعتين من المتعلمين، المجموعة 1 والمجموعة رقم 2، وسأعطي لكل مجموعة عددا من الأقلام كما تشاهدون في الصورة. المطلوب هو ملء متساوية وملء جدول العد ووضع الرمز المناسب، أي مقارنة العددين المحصل عليهما. لديكم مهلة لإنجاز هذا النشاط. انتهى الوقت يا أطفال،
ضعوا أقلامكم وخذوا قلما أخضر لنصحح الأخطاء معا. هيا إذن. إذن يا أطفال، بعد تصحيح النشاط الثاني من أنشطة البناء، سوف يرينا صديقنا محمد الطريقة الصحيحة لمقارنة عددين مكونين من رقمين. هيا يا محمد. لمقارنة عددين مكونين من رقمين، أقارن أولاً رقمي العشرات. في حالة تساوي العشرات، أنتقل لمقارنة رقمي الوحدات. انتهى الوقت يا أطفال. ضعوا أقلامكم وخذوا قلما أخضر لنصحح الأخطاء معا. هيا إذن. والآن سوف ننتقل إلى أنشطة التقويم والدعم. التمرين الأول، أقارن كل عددين وأحيط بخط الرمز المناسب. التمرين الثاني، أتمم سلسلة الأعداد كل مرة. إذن في هذا التمرين لدينا سلسلتان من الأعداد. السلسلة الأولى تبتدئ بالعدد 60 وتنتهي في العدد 95، والسلسلة الثانية تبتدئ بالعدد 2 وتنتهي بالعدد 16. إذن لديكم مهلة لإنجاز هذين التمرينين. المرجو التركيز جيدا. انتهى الوقت يا أطفال. ضعوا أقلامكم وخذوا قلما أخضر لنصحح الأخطاء معا. هيا إذن. وبهذا يا أطفال نكون قد أشرفنا على الانتهاء من درسنا اليوم، على أمل اللقاء في درس جديد إن شاء الله. أستودعكم الله.